السلام عليكم. ماذا يحدث في أول دقيقة من يوم القيامة؟ وماذا سيفعل الله بالبشر؟ ستبكي على حالك. ولكن قبل مشاهدة الفيديو، لا تنسى الإعجاب بالفيديو كدعما لنا والاشتراك بالقناة ليصلكم كل ما هو جديد. سكون يخيم على كل شيء، صمت رهيب وهدوء عجيب. ليس هناك سوى موت وقبور، انتهى الزمان وفات الأوان. صيحة عالية رهيبة تشق الصمت، ينتشر صوتها في الفضاء، توقظ الموتى، تبعثر القبور، تنشق الأرض، يخرج منها البشر حفاة عراء، عليهم غبار قبورهم. كل البشر يسرعون يلبون النداء، فاليوم هو يوم القيامة لا كلام. ينظر الناس حولهم في ذهول، هل هذه الأرض التي عشنا عليها؟ الجبال دكت، الأنهار جفت، البحار اشتعلت، الأرض غير الأرض، السماء غير السماء، لا مفر من تلبية النداء. وقعت الواقعة، الكل يصمت، الكل مشغول بنفسه، لا يفكر إلا في مصيبته. الآن اكتمل العدد من الإنس والجن والشياطين والوحوش، الكل واقفون في أرض واحدة. فجأة الكل ينظر إلى السماء، إنها تنشق في صوت رهيب، يزيد الرعب رعبا والفزع فزعا. ينزل من السماء ملائكة أشكالها رهيبة، يقفون صفا واحدا في خشوع وذل. ثم ينزل الله تبارك وتعالى ويقول سبحانه: يا معشر الجن والإنس، إني قد أنصت إليكم منذ أن خلقتكم إلى يومكم هذا، أسمع قولكم وأشاهد أعمالكم، فاستمعوا إلي، فإنما هي أعمالكم وصحفكم تقرأ عليكم، فمن وجد خيرا فليحمد الله، ومن وجد غير ذلك فلا يلوم إلا نفسه. الناس أبصارهم زائغة، والشمس تكون فوق كل البشر، تكون قريبة من رؤوس الناس، لا يفصل بينهم وبينها إلا القليل من الأمطار. ولكن في هذا اليوم ستكون حرارة الشمس أقوى بمراحل. أنا وأنت واقفون معهم نبكي، دموعنا تنهمر من الفزع والخوف. الكل ينتظر، ويطول الانتظار 50,000 سنة. تقف لا تدري إلى أين تمضي، إلى الجنة أو النار. 50,000 سنة لا تشرب فيهما الماء، تلتهب الأفواه والأمعاء. الكل ينتظر، البعض يطلب الرحمة ولو بالذهاب إلى النار من هول الموقف وطول الانتظار لهذه الدرجة. نعم، ماذا أفعل؟ لا إله إلا الله وحده لا شريك له، هل من ملجأ يومئذ من كل هذا؟ نعم، فهناك أصحاب الامتيازات الخاصة الذين يظلهم الله تحت عرشه. منهم شاب نشأ في طاعة الله، ومنهم رجل قلبه معلق بالمساجد، ومنهم من ذكر الله خاليا ففاضت عيناه. هل أنت من هؤلاء؟ الأمل الأخير، ما حال بقية الناس؟ يجثون على ركبهم خائفين. أليس هذا هو آدم أبو البشر؟ أليس هذا من أسجد الله له الملائكة؟ الكل يجري إليه ويقول له: اشفع لنا عند الله، أخبره أن يصرفنا من هذا الموقف. فيقول: إن ربي قد غضب اليوم غضبا لم يغضب مثله من قبل. يجرون إلى النبي موسى عليه السلام فيقول: نفسي نفسي. يجرون إلى النبي عيسى عليه السلام فيقول: نفسي نفسي. وأنت معهم تهتف: نفسي نفسي. فإذا بالبشر يرون النبي محمد صلى الله عليه وسلم فيسرعون إليه، فينطلق النبي بسرعة شديدة إلى الله، والناس كلهم ينظرون. فإذا بنور باهر يخرج من السماء، إنه نور عرش الرحمن، وأشرقت الأرض بنور الله. سيبدأ الحساب، ينادي: فلان ابن فلان، إنه اسمك أنت، تفزع من مكانك. يأتي عليك الملائكة يمسكون بك من كتفك، يمشون بك في وسط الخلائق الراقعة على أرجلها، وكلهم ينظرون إليك. صوت جهنم يزأر في أذنك، وأيدي الملائكة على كتفك، ويذهبون بك لتقف أمام الله للسؤال، ويبدأ مشهد جديد. هذا المشهد سأتركه لخيالك أيها المشاهد، فكل واحد منا يعرف ماذا عمل في حياته. هل أطعت الله ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم؟ هل قرأت القرآن الكريم وعملت بأحكامه؟ هل عملت بسنة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم؟
هل أديت الصلاة في وقتها؟ هل صمت رمضان إيمانا واحتسابا؟ هل تجنبت النفاق أمام الناس بحثا عن الشهرة؟ هل أديت فريضة الحج؟ هل أديت زكاة مالك؟ هل كنت بار بأمك وأباك؟ هل كنت صادقا مع نفسك ومع الناس أم كنت تكذب وتكذب وتكذب؟ هل كنت جيد الخلق أم عديم الأخلاق؟ هل وهل وهل؟ هناك الحساب، أما الآن فاعمل لذلك اليوم واعملوا عملا يدخلكم الجنة وتبيض وجوهكم أمام الله يوم تلاقوا ليحاسبكم، وإلا فإن جهنم هي المأوى. واعلموا أن الله كما إنه غفور رحيم هو أيضا شديد العقاب. ونسأل الله أن يهدينا وأن يختم لنا بالإيمان. ربنا أتينا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، اللهم آمين. علامات الساعة الكبرى ظهرت اليوم في نهر الفرات أمام آلاف المسلمين وأنتم غافلون عنها، لن تصدق ما ظهر. انحسار نهر الفرات عن جبل من الذهب هي علامة من علامات الساعة، حيث ينحسر نهر الفرات عن جبل من الذهب ويتسامع الناس بهذا الكنز العظيم ويتقاطرون عليه من كل جانب في سباق محموم للحصول عليه والاستئثار به، فتتهافت نفوسهم، وبعد ذلك تحدث المجزرة الكبرى التي أخبرنا عنها النبي محمد صلى الله عليه وسلم، بحيث يقتل من كل 199 كما جاء في روايات كثيرة، حيث أن تحت نهر الفرات جبل كبير جدا من الذهب. هذا الجبل إذا ظهر فهذه تعتبر من أقوى علامات الساعة التي ظهرت. سبحان الله، فهذه العلامة ظهرت واكتشفها العلماء، حيث انكشف جبل الذهب وصوره العلماء من الفضاء. سبحان الله. وهذه صورة جبل الذهب، وهذا الجبل موجود تحت نهر الفرات في العراق. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تقوم الساعة حتى يحصر الفرات عن جبل من الذهب يقتتل الناس عليه، فيقتل من كل 199 فيقول كل رجل منهم: لعلي أكون أنا أنجو. وفي رواية قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يوشك الفرات أن يحصر عن كنز من الذهب، فمن حضره فلا يأخذ منه شيئا. نهر الفرات الذي كانت تصل مياهه إلى حافات الطرق سابقا تراجع بشكل كبير حتى أصبح أقرب إلى الساقية منه. نقف الآن أمام مشهد يقطع القلوب عندما نرى بأن الفرات قد انحسر أغلب مائه، وهذا مصداق ما أخبرنا به الحبيب المصطفى صلى الله تعالى عليه وسلم حينما قال: لا تقوم الساعة حتى ينحسر الفرات على جبل من ذهب يقتتل عليه كل 100 لا ينجو منهم إلا واحدا. إذا أعجبك المقطع لا تنسى مشاركته مع الأصدقاء ليستفيد الجميع، ولا تنسى مشاركة الفيديو والاشتراك بالقناة ليصلكم كل ما هو جديد. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.